الهدي لو اشتريته قبل ما سافر يبقى كده سقط الهدي؟ لا، لأن سق الهدي لا يفعل حتى لو اشتريته قبلها إلا بعد ما تخلص حج، بعد ما يأتي، بعد ما يبدأ من يوم العيد. فهم عاملين حسابهم مع الحتة دي، فسق الهدي لا يفعل. انت حجزت مش اشتريت فسقت. انت لا سقت حاجة ولا روح. وانت خدت المعزة معاك في الطيارة؟ ما خدتش المعزة معاك في الطيارة، يبقى اذن مفيش سوق. برضو طلع السؤال كويس، فتح يعني امور، بس انا جاوبت. خلي بالك برضو مذاكر ما انا شاهد.